الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في شرح كتاب أخصر المختصرات، ووقفنا بالأمس عند الإقالة، وقلنا إن الإقالة هي فسخ تسن للنادم. الإنسان منا قد يقدم على بيع شيء أو شراء شيء، ثم يلزمه هذا البيع فيلجأ إلى صاحبه فيقول أقلني، بمعنى نبطل البيع وننقض البيع، وهذا يحتاج إلى تراضي، وإنما هو فسخ ليس ببيع عند الحنابلة. قال الشيخ رحمه الله: فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ويصح به متساوية وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. عندنا الربا نوعان، الربا هي الزيادة، والربا جاء ذكره في الكتاب الكريم في عدة مواضع، ومن أشهرها وحل الله البيع وحرم الربا. الربا عندنا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هي الزيادة وعليها كل الأحاديث، وربا النسيئة هي ربا التأخير. عندنا ربا الفضل، اختلف العلماء في العلة في الربا، منهم من قال القوت، منهم من قال الادخار، منهم من قال أشياء كثيرة، لكن عند الحنابلة أن علة الربا شيئان، علة الربا شيئان، كيل ووزن. إذن عندنا أشياء مكيلة وعندنا أشياء موزونة. كيف تعرف الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل عندنا هو الحجم، تقول كله لي حجما. أما الوزن هو الثقل، يعني هذا نسميه وزن. أما مثلا الصوف، الصوف كيل حجما عظيما. نعم، إذن عندنا ربا الفضل هو المكيل الموزون، هو المكيل الموزون. قال الشيخ: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون. المكيل كالحبوب، والموزون كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. عندنا في المذهب الحديد والرصاص والنحاس يدخل في الربا. إذن عندنا، انتبه يا شيخنا، عندنا وزن وكيل، وعندنا جنس، كيل ووزن وجنس. القمح والشعير يدخل في باب ماذا؟ الكيل. هل جنسهما واحد؟ ليس جنسهما واحد. إذن عندنا، إذن لا بد أن يتحد في العلة ويتحد في الجنس، يدخل في ربا الفضل، علة الربا وجنس المبيع. إذن لو جاءك رجل قال عندي مقدار 20 كيلو تمرا، وأريد 20 كيلو تمر، نقول هذا لا شيء فيه، لأن كيل بكيل والمكيل واحد والجنس واحد. إنزين، قال يا شيخ عندي تمر منذ 4 سنوات، وأريد أن أشتري تمر لهذه السنة، لكن التمر القديم ينقص قيمته، فأعطيك 3 مقابل 2. نقول العلة واحدة أم لا؟ العلة واحدة وهي الكيل. الجنس واحد أم لا؟ الجنس واحد، هو تمر. لذلك الجنس عندنا لا شأن لنا بمسمياته، خلاص، صقعي، سكري، لا شأن لنا، هو جنسه ماذا؟ واحد، اسمه تمر. إذن فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون، إذن هذه العلة. وأيضا بيع بجنسه متفاضلة، إذن لا، إذا اتحد الجنس لا يجوز. ثم قال الشيخ: ولو يسيرا لا يتأتى، يعني مثلا 2.950 مقابل 3، هذا الفارق البسيط لا يجوز. ثم قال الشيخ: ويصح به متساوية، لأن
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، واضح، وزنا بوزن أو كيلا بكيل حسب الأحاديث، وبغيره أي بغير جنسه. الآن يا شيخنا، عندي قمح وشعير، علة الربا واحد أم لا؟ وهي الكيل، جنسهما واحد، جاز التفاضل بشرط ماذا؟ التقابض. قال: وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق. واضحة؟ انزين، ننتقل إلى لا كيل بجنسه وزنا. إذن ما يكال لا يجوز أن أبيعه وزن، وما يوزن لا يجوز أن أبيعه كيلا، لأن هذان المعياران الشرعيان. الانتقال إلى أحدهما لا يجوز إلا في حالة واحدة، قال الشيخ: لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. واضح؟ ها؟ يعني عندي مكيل وموزون، الأصل أن قلنا الكيل ماذا؟ حجم، والوزن ثقل. إذن هل ممكن تساويهما؟ لا يمكن. لكن لو وفرضا بعتك المكيل موزونا أو الموزون مكيلا وتساويهما، يعني ما بعت وما اشتريت متساويا وزنا أو كيلا، يعني مثلا بعتك موزون لكن لو جئنا إلى الكيل نجده متساوي، بعتك المكيل موزون لو جئتك إلى الكيل متساوي، بعتك الموزون مكيلا لو جئنا إلى الوزن تجده متساوي. نعم، لذلك يضربون مثال: عندي شعير وعندي دقيق الشعير، كيلو بكيلو يجوز؟ الجواب لا، لأن المطحون أخف، فكيلو من المطحون مع كيلو من الذي غير مطحون لا يتساويان، وإن كان في نظرك يتساويان. لذلك إلا إذا كان في المعيار الشرعي، عندنا المقيس هكذا: بعته وزنا، لا، خذه واجعله في المكيل، هل هو متساوي؟ نعم، إذن يجوز. واضح؟ إذن ما كان كيلا لا يجوز بيعه إلا كيلا، وما كان وزنا لا يجوز بيعه إلا وزنا، إلا إذا علم تساويهما. ثم قال الشيخ: وربا النسيء يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. يعني أقول لك أعطيك 20 كيلوا من القمح بشرط أن تعطيني بعد شهر كيلوين، فأنا بعت المكيل بالمكيل لكن ماذا؟ نسيء. أو تقول له: هذا عندنا بيع النسيء. نعم، يقول الشيخ: إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. عندنا النقدان ما هما؟ الذهب والفضة. النقدان هما الذهب والفضة. إذا كان الذهب والفضة مقابل آخرين، مثلا حديد بذهب وفضة، نحاس بذهب وفضة، العلة واحدة اللي هي الوزن، لكن لأن الذهب والفضة نقد لم نعامله على أنه من جنسهم، عاملناه على أنه نقد، هذا يجوز. نعم، قال: إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه. إذن أنا الآن انتبه لي، حنا عندنا وزن وكيل، عندنا وزن وكيل، إذا ضبطت هذه القاعدة ستضبط معك في المذهب علة الربا. عندي ذهب وفضة، آسف، عندي وزن وكيل، هذا تحته أجناس، هذا الجنس الواحد لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، اختلفت الأجناس والعلة واحدة لا بد من التقابض، اختلف وزن بكيل، كيل بوزن، بع كيف شئت، لأن ليست العلة واحدة ولا الجنس واحد. يعني مثلا عندي قمح وحديد، لا بد من التساوي، لا بد من التقابض، لا، لأن هل العلة واحدة؟ حديد بقمح، لا استلم شيء ولا أعطيك شيء،
ولا شيء. لماذا؟ لأنها لم يتحد علة ولا جنسا. ليس بيع الدين بالدين له صورة أخرى، وهي أني أقرضتك 1000 دينار، بعد مدة أقول لك أبيعك قمحا بال1000 التي عندك أسلمك بعد شهر، أنا أخذت منك 1000 بس لا أستطيع أن أسدد، أقول سأعطيك بدل 1000 قمحا لكن بعد شهر، فأنا بعت الدين بدين آخر، ليس هو هذا. نعم، إذن عندنا، إذا قلت لك إذا ضبطت هذه القاعدة، هذه علة الربا الكيل، هذه علة الربا الوزن، تحتهم ماذا؟ أجناس. الجنس الواحد لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل، يدا بيد. اختلفت الأجناس نشترط التقاضي. أما إذا اختلف العلة فالآن نبيع كيف شئنا. أيضا الصرف، عندنا صرف في السابق، تصرف الذهب بالفضة والفضة بالذهب أيضا جائز، لكن يشترط ماذا؟ التقابض. نعم، قال وإذا افترق متصارفا بطل العقد فيما لم يقبض، فيما لم يقبض. نعم، يقول الشيخ رحمه الله فصل، وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمرين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك. عندنا الآن بيع الأراضي، أنا الآن بعتك دارا وبعتك أرضا، بعتك دارا وبعتك أرضا. إذا بعتك الدار، عندنا في المذهب أنا هذا البناء كل ما اتصل بها في ارتفاع هذا كله لك، لذلك عندنا في